السيد سركيس تشوبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي، أهلا ومرحبا بك معنا. هل ستفلح باعتقادك أهلاً. الجهود في دفع يعني المسؤولين لضخ خطة تحفيز أو حزم تحفيز على الرغم أنه شفنا الأقساط بدأ يتعافى؟ لا ننسى أنه بالأمس انخفضت لدينا الأسواق الأمريكية وبدأت العقود الآجلة تشير إلى بعض الارتداد. نعم بالفعل تتحرك الأسواق المالية متأثرة في مستجدات وتوقعات حول الحزمة التحفيزية. بداية أود النظر وبشكل سريع إلى مدى حاجة الاقتصاد الأمريكي لهذه الحزم التحفيزية. فقد صدرت بعض التصريحات من أعضاء الفدرالي الأمريكي والتي كان آخرها يوم أمس تصريح من رئيس الفدرالي الأمريكي لولاية أتلانتا والذي أشار فيه إلى أنه لا يتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي الأمريكي يتطلب وقت قصير بل قد يأخذ بعض الوقت، كما أن النائب رئيس الفدرالي الاحتياطي الأمريكي أشار أيضا بأنه يتوقع أن يبقى هنالك وقت قبل أي تحريك لمستويات الفائدة، وأن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة لمزيد من التحفيزات إن كان من الفدرالي الأمريكي وكذلك سياسات مالية من الحكومة الأمريكية. يبدو أن هنالك بعض التقارب في الآراء ما بين البيت الأبيض وأيضا مطالبات مجلس النواب، فمجلس النواب طالب سابقا بحزمة تحفيزية مقدارها 2.2 تريليون دولار، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح 1.8 تريليون دولار. وتنقسم هنا آراء الأسواق المالية، هل سوف يوافق الرئيس الأمريكي على دفع خطة تفوق قيمتها عن 2.2 تريليون دولار؟ فهنا سيكون بيت القصيد. فالظروف الآن غير واضحة تماما بسبب كون هذه الحقائق سياسية أكثر من ارتباطها مع الاقتصاد، فرغم أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة بالفعل لهذه الخطط التحفيزية، لكن هنالك العديد من المعضلات. في حال أقر الرئيس الأمريكي خطط تحفيزية أو اقترح أن تكون الخطط أكثر من 2.2 تريليون دولار، فقد يكون من السهل أكثر إقناع مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع قانون هذه الخطة لتحفيز الاقتصاد الذي بدأت تظهر عليه بالفعل مراحل من تباطؤ التعافي الاقتصادي مقارنة ما كان عليه الوضع في بداية الربع الثالث الماضي. الظروف ما زالت شائكة، لكن باعتقادي لن يتم إقرار خطط هذا اليوم، لكن ستكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لي وأيضا بالنسبة للأسواق المالية. سترحب في حال تم إقرار خطة، لأن ذلك سيعني بأن الخطة التي تم إقرارها ستكون ربما مساوي أو أكثر من 2.2 تريليون دولار. مرة أخرى رغم اعتقادي بأنه من الصعب حاليا التوصل لاتفاق، لكن في حال حصل هذا الاتفاق فسوف يتم الترحيب بهذه الخطة التحفيزية بشكل كبير وينعكس أداؤها بشكل واضح وملموس أيضا على الأسواق المالية إن كان في الولايات المتحدة أو إن كان أيضا حول العالم. ولكن سركيس، إلى جانب ضبابية الموقف فيما يتعلق بخطة التحفيز الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي، هذا إضافة إلى التوترات السياسية وأيضا الموجة الثانية من جائحة كورونا، نحن في موسم إعلان شركات. على سبيل المثال نتفليكس سوف تعلن عن نتائجها خلال اليوم، ولكن في ظل هذه الظروف والضغوط على الأسهم الكافة حقيقة في الأسواق الأمريكية، إلى أي مدى من المتوقع أن يعني يتجاوب سعر السهم حتى لو كان هناك نتائج إيجابية لشركة نتفليكس؟ بالفعل كما تفضلت، ما ستكون اليوم الثقة في الأسواق المالية عموما هي من ستحرك أسعار السهم، خصوصا مع العلم بأن الشركة ستعلن عن نتائجها كما هو مقرر في حال صدر في موعده بعد إغلاق الجلسة الأمريكية، وربما ستكون التأثيرات خلال تداولات يوم غد. لكن بالنسبة إلى نظرة عامة لأسهم شركة نتفليكس، فهي إحدى الشركات التي استفادت بشكل كبير من جائحة كورونا، وقد حققت ارتفاع في العائد والعائد على السهم خلال الربع الثاني من هذه السنة، وأيضا ننتظر نتائج لأن تحقق الشركة نتائج أعمال وأرباح على السهم قد تصل إلى 2.13 دولار للسهم الواحد متوسط للتوقعات، بل وأن أغلب التوقعات حتى المتشائمة منها تشير إلى احتمال أن يتم تحقيق عائد على السهم مقداره 1.8 دولار للسهم الواحد، وهذا أعلى من السابق الذي وصل عند 1.47 دولار للسهم الواحد. لكن بالنسبة للبيانات الإيجابية يجب أن ننظر أيضا إلى أن هناك توقعات تشير إلى أن الشركة ربما ستحقق عائد 2.3%، وبالفعل ارتفع سعر السهم خلال الفترة الماضية، وهذا الشهر على وجه الخصوص شهدنا ارتفاع يقارب 9% وارتفاع على مدى هذه السنة 64% في سعر السهم، وأيضا ارتفاع خلال 12 شهر الماضية بمقدار حوالي 90%. فسعر السهم يستجيب مسبقا لهذه
النتائج الإيجابية المتوقعة. لذلك إن أردنا أن نقول أننا ننتظر بيانات إيجابية للعائد على السهم، فيجب أن تكون النتائج مظهرة لعائد على السهم فوق 2.3% وأعلى بكثير من المتوسط عند 2.13%. وبذلك أعتقد هذا اليوم فالأسواق المالية ربما تتأثر في حالة الثقة أكثر من تأثرها في نتائج الأرباح، خصوصا لشركة نتفليكس. نعم تشبريان، سريعا لو سمحت، اليوان يسجل أعلى مستوى، طبعا اليوان الخارج البر الصيني يسجل تعاملات الخارجية أعلى مستوى له تقريبا، هل السبب يعود إلى بيانات المستهلكين بالأمس فقط؟ العديد من البيانات الاقتصادية التي تصدر من الصين تدل على أن الاقتصاد الصيني هو أول من دخل بالركود بتأثير من جائحة كورونا، لكنه أول اقتصاد خرج. ولو نظرنا إلى البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا فلاحظنا نمو قياسي بلغ 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، ونمو 2.7%، بينما تشير التوقعات لاحتمال نمو الاقتصاد الصيني بواقع 1.9% على مدى هذه السنة كاملة. ربما يكون الاقتصاد الصيني بالفعل هو الاقتصاد الكبير والضخم الوحيد الذي قد يحقق نمو خلال هذه السنة مقارنة في اقتصاديات مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو وغيرها. هذه الأمور كلها تدفع للاعتقاد بأن بنك الشعب الصيني ربما سيتوجه لتعديل سياساته النقدية، أو ربما على أقل تقدير الحفاظ على السياسات الحالية وعدم تقديم المزيد من التحفيزات مثله مثل البنوك المركزية الأخرى التي سوف تتجه على الأرجح لتقديم المزيد من السيولة النقدية للأسواق، وبالتالي هذا يجذب الطلب على اليوان الصيني، مما يرجع استمرار ارتفاعه خصوصا مع ملاحظتنا حاليا لتدفقات استثمارية لداخل البر الصيني من المنطقة الآسيوية. نعم. وهذا نعم. كله يصب في صالح طلب اليوان الصيني. نعم زيد سيركيس شوبريان، وأنت محلل أسواق عالمية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا.